ما معنى اسم مرام؟ اسم مرام ذو معنى متميز وأيضا سهل الحفظ، وذو لحن ووقع خفيف على الأذن واللسان، لذلك تفضله الكثير من الأمهات. سنعرفك هنا إلى اسم مرام ومعناه والكثير من المعلومات الأخرى عنه. المرام هو الهدف أو المقصود أو المطلب، لو بوت أو المبتغى. وعند تسمية الفتاة مرام يعني أنها مطلب ومبتغى للجميع، ويتهافت عليها المحبون والخطاب والمعجبون. اسم مرام ذو معنى واضح وجيد، لا يخالف الشريعة الإسلامية في شيء، ولذلك جائز التسمي وتسمية البنات به. لا يدل هذا الاسم في اللغة العربية إلا على نيل الهدف أو بلوغ المبتغى، فهو اسم معناه الطلب أو التمني لحدوث الشيء أو الحصول عليه. وهذه المعاني كما نرى تعطي الأمل لصاحبها، وعلى ذلك فإنه جائز التسمية به لأنه لا يخالف شروط التسمية الإسلامية التي تتضمن الشرك بالله أو الكفر به أو التحريض على التدين بغير دين الإسلام. كلمة مرام هي مصدر للفعل رامة، أي دار في الأنحاء بحثا عن شيء أو مبتغى، ويقال في اللغة العربية نال مرامه، أي بلغ مطلبه ومراده. والمرام بفتح الميم الأولى تعني المطلب، أما المرام بضم الميم الأولى فهي تعني المطلوب. واسم مؤنث ذو أصل عربي.